هذه تنعبروا من خلالها صوتنا على العنف الاقتصادي والاجتماعي اللي كيتعرضوا له النساء، لان العنف ماشي فقط عنف جسدي ولا تحرش جنسي، وانما هي كافه انواع العنف الاقتصادي والاجتماعي، خاصه بحكم انني نقابيه. يعني العنف اللي كيتعرضوا له العاملات الزراعيات في اماكن العمل، من عنف معنوي، العنف الاقتصادي، عدم احترام القوانين. كنطالبوا باش ان هي في الاونه الاخيره يمكن كاملين تبعنا بان صدر قانون ديال العنف، ولكن بالنسبة لنا هذا القانون هذا لا زال فيه نواقص، لا زال ما كاينش انسجام ديالو، ما حضرنالوش يعني الأرضية على مستوى الواقع باش أننا كيفاش أننا نطبقوه. يعني كذلك بالنسبة لنا كنطالبوا باش أن العنف اللي كيتمارس في أماكن العمل مازال ما كاينش الحديث عليه، العنف يعني الاقتصادي كذلك ما كاينش الكلام عليه، كاين العنف بداك الشكل اللي الناس كيلخصوه في عنف جسدي ولا. يعني احنا بالنسبه لنا العنف في كافه الاشكال ديالو، وماشي غير النساء، حتى العنف اللي كيتعرضوا له يعني الاطفال، يعني كافه جميع انواع العنف. المناسبه ديال هذه الوقفه هي واضحه بما انها كتجي في اليوم العالمي او اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، بمعنى أننا احنا هنا اليوم من أجل أن نحتج على الوضعية المزرية التي تعيشها المرأة بجراء العنف الذي يمارس عليها في كل الأماكن، في الشارع، في الفضاءات العمومية، في أماكن العمل، في الكليات، في الجامعات، في المدارس، وفي كل منطقة، إضافة إلى العنف الاقتصادي الذي يمارس ضدها في المعامل كذلك جراء التمييز الذي يطالها في العمل، ساعات الأعمال والأجرة وكل المجالات الأخرى. ونحتج كذلك على القوانين والتشريعات الوطنية التي لا زالت تحتفظ في طياتها بمظاهر التمييز التي بسببها يستمر هذا العنف. ونحتج كذلك على ضعف الإجراءات الملموسة للدولة من أجل سن قوانين وإجراءات وتدابير وبرامج تحد من العنف ضد النساء في اتجاه القضاء على هذا العنف بشكل نهائي. هذه الهيئة كتكون من مجموعة من الإطارات السياسية، الحقوقية، النسائية، النقابية والجمعوية. العمل ديالها كيتركز على العمل المشترك في المناسبات الدولية اللي هي 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، و8 مارس اليوم العالمي للمرأة. المطالب ديالها هي تشريعات كتحمي المرأة من كل ما يطالها من تهميش ومن تفقير، بحيث أن مجموعة ديال الظواهر أصبحت مؤنثة. الفقر، العنف، يعني كل ما تعاني منها المرأة. مطالبنا كما قلت هي مطالب كل النساء المغربيات في قوانين اللي كتحمي المرأة، في سياسات اللي كتدمج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج ديالها، ضمان عيش كريم لكل النساء، حمايتهن من الفقر والتهميش. المراكز يعني تمثيليه مشرفه في لا في البرلمان ولا في الغرف كاملين، يعني هذه كل مطالب ديال هيئه التنسيق الوطنيه. ويترافق هذا الوضع مع تفشي الفكر الرجعي المتطرف المعادي للديمقراطيه وحقوق الانسان ولكافه حقوق الانسان وحقوق الشعوب، وتشتد وطأة اضطهاد وقهر النساء لهشاشه وضعهن جراء التمييز ضدهن في ظل مجتمع تحكمه العلاقات والقيم الابويه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.